عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الصحفي في القسم الأفغاني في بي بي سي أمان الله عطا محمد. أهلا بك أمان الله. يعني كيف تلقت الأوساط الأفغانية هذا التقرير، سواء كانت الحكومة أو حركة طالبان ربما موقفها واضح بالنسبة لهذا التقرير؟ طبعا كما قيل في التقرير أن اللوم الأكبر هو موجه إلى حركة طالبان، لأن ازدياد في سقوط بين أو في ضحايا وسقوط الضحايا بين المدنيين يعني يرجع إلى عمليات التي تقوم بها حركة طالبان. هناك يعني هذه تقارير تأتي يعني مرتين هكذا سنويا بشكل موسمي، دائما الأوساط الأفغانية يعني تترقب أن اللوم سيكون يرجع أو يعود إلى ما يقوم به وتقوم به حركة طالبان. فبالتالي كثيرا ما الناس يعني يتوقعون أن مثل هذه التقارير ستأتي وسيكون اللوم موجه إلى حركة طالبان، ولكن فيها. هذه المرة أيضا هناك ملامة أو لوم وقع على القوات الحكومية والقوات الأمنية بأنها غير قادرة على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال. نعم، يعني هذه الفترة فترة أو هذا العام 2013 يعني من أهم الفترات في الحرب الأفغانية منذ أكثر من 10 سنين. الآن القوات الأفغانية هي يعني تقوم بأخذ المسؤولية ليس فقط في المدن بل في مقاطعات في ولايات أو مناطق بعيدة عن يعني أماكن الثقل للثقل الحكومة. فبالتالي الحكومة أو القوات الأفغانية الآن نراها كأنها في موقع أو موضع يعني الامتحان. هؤلاء يختبرون يعني يمرون عن فترة الاختبار، كيف سيمكنهم خلال هذا العام الاحتفاظ بالأمن في هذه المناطق التي يقوم بتسليم مسؤوليتها. طيب، الاختراقات الأمنية المتكررة وزيادة سقوط الضحايا هذا العام بنسبة الربع، لماذا هذه الزيادة المضطردة؟ يعني حركة طالبان كانت نشطة طوال الأعوام الماضية، هذا العام ما الذي اختلف حتى تزيد نسبة الضحايا بهذا الحجم؟ حركة طالبان تحاول، كما رأينا، أن هناك جانب عسكري وجانب سياسي، وهذا العام كان هناك يعني إشارات بأن هناك ستكون مفاوضات بين يعني الجانب السياسي لحركة طالبان مع أمريكا والحكومة الأفغانية في وافتتاح مكتب لهم في قطر. فبالتالي يريدون أن تكون لهم مكاسب عبر القيام بعمليات أو توجيه ضربات للقوات الأفغانية وتقوية موقفهم. فبالتالي السبب الرئيسي للزيادة في سقوط الضحايا هو أن كما رأينا في التقرير أن اللوم يرجع للحركة طالبان، لأن حركة طالبان تقوم بزرع الألغام وعبوات ناسفة على الطرق، وبالتالي هؤلاء المدنيون يتعرضون عند سفرهم لهذه. طيب، هل في العادة أن حركة طالبان ترد على هذه التقارير؟ يعني جاءنا رد فعل سريع بأنها تقول هذا التقرير منحاز وهذا التقرير غير منصف. هل رأي طالبان مهم بالنسبة للشارع الأفغاني؟ لا أدري، في يعني نحن نقول في المدن التي تسيطر عليها الحكومة الأفغانية وعندهم تأثير على الشعب الأفغاني والسكان في تلك المناطق لا يعبؤون ولا يعني يلون أي اهتمام إلى ما يقوم أو يقوله الطالبان وحركة طالبان، لأن هؤلاء يعرفون أن طالبان في أو حركة طالبان في هذه المناطق تقوم بعمليات، ويرون أن سقوط ضحايا في هذه المناطق يرجع السبب الرئيسي إلى القيام حركة طالبان بعملياتهم في تلك المناطق. فلذلك هؤلاء يعني يميلون إلى الرأي العام أو الرأي الحكومي أو المجتمع الدولي في أفغانستان. والرأي يختلف في المناطق البعيدة والمناطق التي تسيطر عليها طالبان، هؤلاء تحت تأثير يعني دعايات حركة طالبان، وبالتالي يعني يؤيدون ما يقول أو تقوله حركة طالبان.
أشكرك أمان الله عطا محمد، تحدث لنا هنا في استوديو البي بي سي. شكرا.